عليكم ورحمة الله وبركاته. مشروع الاختبار العملي للعام 1443 الفصل الدراسي الأول، عمل الطالب يوسف الغامدي، إعداد أستاذ مالك مليباري. تملك الأسماك العظمية حاسة شم قوية مثل الأسماك الغضروفية، لكن على عكس معظم طوائف الأسماك الأخرى فأنها تملك حاسة بصر حادة أيضا. ومن العلامة المميزة الأخرى للأسماك العظمية الزعانف المزدوجة، والأسنان كثيرة الفقرات معظمها تنتمي إلى شعاعيات الزعانف، نوع من أنواع الأسماك العظمية أبو شوكة. تنجو هذه السمكة الصغيرة غالبا من أن تأكل، وذلك بتصلب أشواكها الثلاثة التي تطعم به فم الحيوان المفترس وترغم على بصقها خارجا. خلال فصل الصيف يطور الذكر ألوان التوالد متماثلة في بطنه الأحمر وظهره الأزرق، ويودي رقصة تودد ومغازل ليغري الأنثى بالقدوم إلى مأواه.